الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. نحييكم من عاصمة ميادين سباقات الهجنة العربية الأصيلة، نحييكم من ميدان الوثبة، نحييكم من جائزة زايد الكبرى في 7 أيام انطلاقات هذا اليوم الخاص أيضا بسن الحول والزمول، بانطلاقة مسافة 8 كيلومترات، حيث ننطلق في هذا الصباح الجميل وفي هذا الانطلاق المميز الأول من شهر ديسمبر لعام 2021 للميلاد، بانطلاقة 10 أشواط في فترتنا الصباحية التي توزعت ما بين الحول والزمول، المحليات والمهجنات الأصايل. مسافتنا المقررة من اللجنة العليا المنظمة لهذا السباق هي 8 كيلومترات. على بركة الله وتوفيق مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، عشاق الأصايل، محبي هذه الرياضة، أعلنت أول انطلاقاتنا لهذا اليوم، أول اندفاعات تذلل المحليات الأصايل مباشرة إلى الصدارة، ومع طاعة الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، من يقدم لنا طاعة في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من أريام خليفة بن علي النعيمي، نقلة مباشرة إلى المركز الثالث الوصول والدخول من راي مهير بن علي بن دري المنصوري بشعار مسلم بن دري، يتقدم أيضا أحد خبراء هذه الرياضة، أحد من سجل معنا رمز في سن الصغار يتواجد اليوم بالمشاركة مع سن الكبار، نقل مباشرة إلى طيف مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي، غير وخذ المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الخامس لأجد هنا أيضا ترحيب سعيد بن يابر بن عبد الله، من يقدم ترحيب على المركز الخامس. انتقل بحضراتكم مباشرة إلى المركز السادس لأجد هنا سادس المراكز، هذه خيرة مطر بن سعيد بن حضير من الكتبي يقدم لنا خيرة، بينما الدخول والوصول من منصورة حمد بن غانب سلطان الهديفي الكواري، وصلت دانات ليتقدم شعار الشبل سالم بن أحمد بن دري الفلاحي، ويقدم لنا دانات شعار مبشرة والعين والعديد من الأسماء، أحد الشعارات العملاقة وشعار سالم بن دري، هذا الاسم التاريخي الذي أيضا يشارك بهذا اليوم، هذا الاسم الذي تخرج من مدرسة زايد طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. مرحبا يا أبو حمد بهذه المشاركة الرائعة في هذا الصباح الجميل، كما نتمنى التوفيق لكل المشاركين في جائزة زايد الكبرى التي وضعت لها 50 رمزا، ولأول مرة في تاريخ سباقات الهجن العربية الأصيلة، بينما الوصول والدخول الآخر هناك من خلال الذيبة سالم بن حمد بن علي المالكي، من يقدم الذيبة في هذه الانطلاقة القوية وفي هذا التحدي المثير. هناك الأسماء القوية أراها بالعين المجردة قادمة خلف العشر المراكز الأولى، لعلها الأبرز والأقوى في منافسات هذا الصباح. بن صغان عبيد بن عتيق بن زيتون للمهيري يقدم لنا بن صغان، وهناك شعار أيضا سلطان بن محمد بسالومي ليقدم لنا سمحة في انطلاقة هذا الصباح وهذا التحدي المثير. هنا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط وصدارة هذا الشوط، التحديات الكبيرة في أيضا عاصمة الميادين. أريام خذت المركز الأول، يتقدم هناك خليفة بن علي بن راشد النعيمي، بينما طاع في المركز الثاني الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، واحدة من الأسماء من إنتاج المختبر أيضا يقدمها الدكتور سفير الأصايل ليقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير
للغاية هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، بينما الوصول على المركز الثالث هو الدخول القوي في تحديات هذا الصباح. يصل في هذه اللحظات مبارك بن راشد بالغميس الشامسي يقدم لنا طيف، طيف في انطلاقته الجميلة، تراحيب وصلت، تراحيب يقدمها سعيد بن يابر بن عبد الله يتقدم من خلال تواجد هذا الشعار الذي سجل الانجازات القوية والدخول من راي. يتقدم هناك مهير بن علي بن دري المنصوري، ولكن ابو حمد يقدم لنا ضبعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم من خلال هذه المنافسة القوية. مالك المسك في يوم الامس مع كاس الكؤوس في الفترة المسائية، وايضا انطلاقة نهاب هناك في بندقية سن الإذاعة يتواجد هذا الشعار، يتواجد ايضا شعار بن عويضان محمد بن سهيل بن عويضان العامري مقدما هذه الانطلاقة ومقدما هذه التحديات الكبيرة في عالم الأصايل، احد عمالقة رياضة الهجن ايضا واعتاها. يتقدم بن عويضان ومقدما لنا هذه الانطلاقة، راس خالي ماي بالي، هذه الكلمات التي عرف بها بن عويضان مع انطلاقته هذا الموسم. بينما هنا الوصول من راي، يتقدم ايضا هناك مهير بن علي بن دري المنصوري ياتي ويتقدم ايضا في منافسات هذا الصباح واول اشواط هذا اليوم. بينما الوصول من دانات، تتقدم دانات بشعار ايضا هناك سالم بن حمد بن دري الفلاحي يقدم هذه الانطلاقة ويقدم هذا التحدي المثير بهذه الانطلاقات القوية وبهذه التحديات المثيرة. هناك ايضا ياتي بهذا الشعار الذي يعرف طريق السيوف جيدا، لعلها براق الابرز هناك حينما انتزعت سيف الامارات بميدان المرموم، ومبشر من انتزعت اغلى السيوف مع بن دري هو سيف جائزة زايد الكبرى. فلك التهاني يا ابو سائي ابو حمد على هذا الانجاز الكبير. بينما الوصول هناك والدخول من بن صغان عبيد بن عتيق بن زيتون، ولكن خيره مطر بن سعيد بن حضيره من الكتبي يقدم لنا خيره ايضا ياتي بشعاره الجميل. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، عشاق الأصايل محبي هذه الرياضة، جسر العبور، جسر العبور. ونعود أيضا إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة الأولى، الثلاثة كيلومترات بدأنا نقترب منها. الثلاثة كيلومترات تشكلت في خمس من الحول المحليات الأصايل. يا سلام يا سلام على هذه الانطلاقة الجميلة، يا سلام على هذا التحدي المثير. تراحيب، تراحيب سعيد بن يابر بن عبد الله بدأ يغير على المركز الأول، على الصدارة الأولى. بينما المركز الثاني هناك الوصول من طاعة، الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري يتقدم سفير الأصايل ليقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير للغاية على المركز الثاني. الله، المركز الثالث بن عويضان، بن عويضان يقدم لنا ضبعة محمد بن سهيل بن عويضان العامري. المركز الرابع هناك أريام خليفة بن علي بن راشد النعيمي. بينما المركز الخامس وصل الطيف مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي يقدم لنا هذا الاسم، يقدم لنا هذه الانطلاقة على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى المتقدمة، دانات على المركز السادس، وصل شعار سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي يقدم لنا دانات. بينما المركز السابع راي مهير بن علي بن دري المنصوري، الوصول من منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، وصلت خيرة يتقدم مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، والدخول الاخر من خلال شعار بن زيتون يقدم لنا بن صغان عبيد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه نتيجتنا للعشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في انطلاقة هذا الصباح، في انطلاقة سن الدلل المحليات الأصايل. يا سلام يا سلام
هناك الانطلاقة، هناك التحدي، الاثنين كيلومترات، تراحيب تراحيب. يتقدم ايضا هناك الشقي سعيد بن يابر بن عبد الله، يقدم لنا ايضا انطلاقة تراحيب على المركز الاول، بينما ضبع في المركز الثاني محمد بن سهيل بن عويضان العامري يقدم لنا انطلاقة ضبع في ثاني المراكز، النقلة مباشرة الى المركز الثالث. هذه طاعة، يتقدم الدكتور راشد بن حمد بن زفن العفاري مقدما لنا طاعة، احد الاسماء العملاقة، وصل بالغميسة يقدم لنا طيف. مبارك بن راشد بالغميس الشامسي يتقدم مع طيف على المركز الرابع، غيرت وخذت المركز الثالث، بينما المركز الخامس ريام خليفة بن علي بن راشد النعيمي ياتي هناك مشاهدين الاعزاء مع هذا الاسم. وصلت دانات، تقدمت دانات في هذه اللحظات ليقدمها سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يتقدم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي، بينما هناك منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري يقدم لنا منصورة، وهناك الوصول من راي مهير بن علي بن دري المنصوري. يا سلام على هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة. هنا بدأنا نتجه إلى الكيلو المثير، إلى الكيلو الخطير، إلى الكيلو المثير، كيلو الامتحان، كيلو الامتحان، كيلو الاختبار. هناك تراحيب على الصدارة، على المركز الأول، على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، أيضا يتقدم سعيد بن يابر بن عبد الله يقدم لنا الشقي. هذه الانطلاقة، هذه الانطلاقة مع شعار بو حمدان بهذه الاندفاعة الأولى، بهذا التحدي المثير، شعار القفاي، شعار العديد من الأسماء. هناك أيضا يتقدم على المركز الأول، المركز الثاني ضبع محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتقدم على ثاني المراكز، المركز الثالث الوصول من طيب مبارك بن راشد بالغميسة الشامسي، المركز الرابع الدخول القوي من منصورة حمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري يقدم لنا هذه الانطلاقة، ولكن ند الشبا، ند الشبا أيضا تأتي بالسلامات وبالانتصار مع تراحيب. تراحيب سعيد بن يابر بن عبد الله يقدم لنا تراحيب، ما شاء الله على هذا الاندفاع القوي، التحدي المثير. هذه تراحيب، تهانينا منذ هذه اللحظات نزفها على ظهر تراحيب الى الشقي سعيد بن يابر بن عبد الله، من يقدم مع هذه الانطلاقة الميتين متر الاخيرة، الميتين متر المثيرة. هنا مع تراحيب، تهانينا والناموس لسعيد بن يابر بن عبد الله على هذا الفوز، فوز تراحيب باول اشواط الدلال المحليات الاصايل. سلام يا الشقي، سلام على فوز تراحيب بهذا الشوط. المركز الثاني وصلت فيه ايضا منصورة حمد بن غانم سلطان الهديفي، المركز الثالث هناك الطيف مبارك بن راشد بالغميس الشامسي، المركز الرابع هناك ضبع محمد بن سهيل بن عويضان، وخامسا دانات من وصلت في المركز الخامس. هناك يتقدم سالم بن حمد بن دري الفلاحي. هذه النتيجة مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في انطلاقة هذا الصباح، اول اشواط هذا اليوم، بالحماس، بالقوة، بالإثارة، سن الكبار، في تحديات الكبار، في انطلاقة الكبار. هنا ناتي مع سن دلل المحليات الأصايل، حيث أيضا هناك اللي هي فازت بالمركز الأول واستطاعت الفوز، ترحيب لسعيد بن يابر بن عبد الله، تهانينا والناموس على هذا الفوز. وهذه لحظات الإعادة من الزميل والمخرج حسين السيد، 12 دقيقة، مسافة 8 كيلومترات، 39 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لبو حمدان سعيد بن يابر بن عبد الله على فوز ترحيب بالمركز الأول، بينما المركز الثاني وصلت فيه منصورة لحمد بن غانم بن سلطان الهديف الكواري، حيث قطعت المسافة 12:46 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث الضيف مبارك بن راشد بالغميس الشامسي ب 12:48 4 أجزاء من الثانية. هانينا والناموس نقلتنا إلى المركز الرابع، حيث ظفرت فيه بالمركز الرابع هي ضبعة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري،
هذه المركز الثالث في 12 دقيقة 50 ثانية وفاء وتماما وكمالا، بينما اللي حلت في المركز الخامس دانات لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي. تهانينا لأبو حمد حيث قطعت المسافة 12 دقيقة لحظات الوصول، 58 ثانية و6 أجزاء من الثانية.